زيك على فكره وعشت التجربه دي وشفت قد ايه الموضوع كان بيبقى فيه تحديات كبيره، بس انا عجبني المينتاليتي اللي انت شغال بيها واللي انت بتفكر بيها، وانا اتوقع لك ان شاء الله انت هتنجح نجاح كبير مع النادي الاهلي طالما شغال انت بالفكر ده. خلينا نروح بقى لاحمد. يعني اكيد يا احمد انت البطوله دي ما كانتش خاليه من التحديات، في تحديات الفريق طبعا كابتن محمد كابتن الفريق اتكلم عنها وكابتن وليد اتكلموا عنها، بس اكيد في تحديات شخصيه انت على المستوى الشخصي مريت باوقات صعبه. كلمني بقى على مستوى لعبتك او مستوى وجودك في الفريق، ايه الصعوبات؟ خليني برضو اقول لك ان انا زي مهند انا برضو وافد جديد للنادي الاهلي. انا منتقل من النادي الجزيره للنادي الاهلي. نعم. انا برضو كنت محظوظ ان انا حضرت جيل ذهبي في نادي الجزيره، والحمد لله انا دلوقتي خدت دوري مع الجزيره. ها خدت 4 مع الجزيره وده اول دوري مع الاهلي، الحمد لله ليه طعم مختلف تماما. الحمد لله كابتن. انت عديت الشارع بس من نادي الجزيره. يعني الجزيره انت كملت اللفه يعني بس اللي في الجزيره. انا ما بعدتش قوي بس انا طبعا بشكر كابتن وليد والجهاز الفني كله ان هم ادوني فرصه ان انا احضر الجيل الذهبي برضو بتاع النادي الاهلي. طبعا السنه اللي فاتت حققوا انجاز يعني دوري بعد 20 سنه. والسنه دي كانت اصعب لان انت تفوز اول مره ده ممكن يبقى سهل، بس ان انت تفضل على القمه هو ده اللي صعب. طب احمد الترانسفير من نادي الجزيره لنادي الاهلي زي الترانسفير ممكن يحصل من نادي الزمالك نادي الاهلي؟ يعني شايف هو ممكن تكون هي في الووتر بولو. خلي بالك تجربتين قاعدين معايا. هي الووتر بولو يعني ممكن نقول ان الجزيره والاهلي زي الزمالك والاهلي في الكوره. هم الديربي لسه كابتن وليد كان بيتكلم ان الجزيره من اقوى الانديه كمان اللي انتوا واجهتوها في الدوري. يعني هو دي حقيقه. فانا الانتقال ده بالنسبه لي طبعا هو يعني الظروف كانت مختلفة لأن أنا ما مشيتش من نادي الجزيرة. أنا نادي الجزيرة في الآخر يعني ما كانش فيه توافق عادي، ففي الآخر تواصل معايا النادي الأهلي وده حاجة طبعا تشرفني. مين اللي كلمك في النادي الأهلي؟ كابتن سيف. كابتن سيف وبعد كابتن سيف طبعا قعدت مع كابتن وليد و رحبت بالفكره ولا كنت مستبعدها؟ رحبت بيها جدا لأن أنا كان عندي تحديات شخصية زي ما أنت قلت. أنا عندي 30 سنة بس أنا مش شايف إن أنا لسه بدري. تبان 21 22 سنه. لا الحمد لله دي حاجه بقى الرياضه بقى. لكن انا عندي تحديات شخصيه. ايه تحدياتك؟ انا لما قعدت مع كابتن وليد في اول مره قلت له انا اهم ثلاث حاجات عندي ان انا ابسط والعب واكسب، والحمد لله انا حققت اكتر من ثلاث حاجات دي في النادي الاهلي. النادي الاهلي ولعب واكسب. والحمد لله انا حققت اكتر من كده. يعني هي دي الرياضه. هي دي الرياضه طبعا. احنا في الاخر رياضه عشان تنبسط. انا في الاخر ده يعني زي ما بنقول غذاء الروح. يعني احنا الرياضه دي لو رجعنا كام شهر قبل ما تمضي للاهلي وتيجي وعملنا فلاش باك وعملت لك زي مان ان بلاك كده رحت كله نسي ما عدا انت، تعيد التجربه تاني؟ طبعا طبعا. انا اصلا دلوقتي متحمس للي جاي اكتر من اللي انا حققته. طب يعني ارجع لك تاني مهند نفس الكلام، لو رجعنا فلاش باك قبل ما تمضي من الزمالك للاهلي تعيد التجربه تاني؟ طبعا. اشكرك. خلينا نرجع لاحمد دلوقتي. طيب النهارده انت 4 دوري مع الجزيره، دوري مع الاهلي. لا ان شاء الله 5 بقى مع الاهلي. برافو عليك. وده اللي هسمعه باذن الله. يعني انت مش شبعان مكسب؟ انا زي ما بقول لك انا محظوظ فعلا الحمد لله، ده من كرم ربنا عليا ان انا هحضر جيل ذهبي في النادي الاهلي. احنا جيل مميز جدا، معدل الاعمار كويس جدا، ممكن انا عبد الستار نكون اكبر 2 في الفريق بس في معانا شباب كتير جدا. احنا الفريق مكون يعني الناس اللي لعبت والناس اللي ما لعبتش لعيبه مميزه جدا. فاحنا ان شاء الله باذن الله في خلال بلاش نقول بعيد، خلينا نقول في الخمس سنين الجايين احنا هنحتل كره المايه باذن الله في مصر. وعجبني الانرجي اللي بتتكلم بيها وبالتحدي، وده برضو يفسر كلام كابتن وليد في الفقره الاولى ان هو بيختار كاركترز معينه أكيد. هي اللي تيجي النادي الاهلي، مش اي حد فنيا يقدر يندمج مع النادي الاهلي. ابرز الاختلافات يا كابتن احمد اللي لقيتها ما بين النادي الاهلي كسيستم تدريب وكسيستم شغل وكسيستم اداره عموما في الووتر بولو وما بين خلينا نقول تجربتك الاكثر يعني هي الجزيره؟ هو في اختلاف كبير لان النادي الاهلي هو اكبر كيان رياضي في مصر. ممكن نكون في الووتر بولو ما كناش احسن حاجه في السنين اللي فاتت بس احنا حاليا ماشيين على خطوات النادي الاهلي. فده حاجه مميزه. احنا الجهاز الفني اقوى بكتير، احنا مش الجهاز مش مكون من فرد او اتنين، احنا ما شاء الله في منظومه كبيره جدا. كابتن وليد، كابتن توفيق، كابتن سيف، كابتن حازم، كل دول مش عايز انسى اسم حد يعني، بس في ناس كتيره قوي ورا الشغل اللي احنا بنعمله ده. الموضوع ممكن مش عايز اقول يعني بس هو بروفيشنال اكتر لان ده اكبر كيان رياضي في مصر. ففي اختلاف كبير ما بين نادي الجزيره والنادي الاهلي في الحته دي. انت خريج ايه؟ انا خريج ماركتنج.
توقعت كده ما شاء الله. يعني انت متحدث كويس بصراحه. يعني الله اكبر عليك. شكرا. وعارف تعبر عن نفسك كويس، ودي حاجه جميله يعني. يعني بجد انت مكسب كبير للنادي الاهلي. الحمد لله. ونفس الكلام مهند، انت لسه بتدرس؟ لا انا خلصت خلاص. خلصت ايه؟ انا حقوق القاهره. ما شاء الله، يعني كليات كبيره ودراسه